فوكس. فوكس. أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج فوكس. موضوعنا لليوم هي الخطورة اللي نجم يسببها استعمال التابلت ولا التليفون بورتابل على عينين الصغار. وكلنا نعرفوا اللي الأجهزة الإلكترونية والديجيتاليزاسيون ان جنرال كيما عندها برشا مميزات وخلت العالم الكل يولي قرية صغيرة، إلا أنه ولينا نلاحظ وجود برشا أثار سلبية. وما يقارب من 65% من الصغار في بداية عمر 3 سنين أو أكثر يبدأوا في استخدام التابلت والبورتابل بشكل مبالغ فيه والفترات طويلة، اللي يؤدي إلى إجهاد عينيهم وإصابتها بالتعب. وأثبتت العديد من الدراسات الحديثة مجموعة كبيرة من السلبيات والأضرار. وانتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة اللي الصغار ولوا يلبسوا نظارات طبية، وهذا جراء الاستعمال المفرط للأجهزة هذه. وأكدت بعض الدراسات اللي تعرض العين للتليفون ولا التابلت لفترات طويلة، وإلا العمر قبل 6 سنين يصيب العين بحالة الكسل الوظيفي، وبعد فترة ينجم يصاب بقصر النظر المزمن، والخطورة إنه عين الصغير ما زالت في مرحلة النمو. زاد الصغير ينجم يمرض بجفاف العين اللي هي أحد أكثر الأمراض العينين المنتشرة بين الصغار اللي يستعملوا التليفون والتابلت، على خاطر العين تحتوي على السائل الدمعي اللي يمنع إصابة العين بالجفاف، وهذاك عن طريق الرمش المستمر كل 5 ثواني. ويحمل الترميش طبقة جديدة من السائل الدمعي اللي يغطي طبقة العين بالكامل. أما في حالة التركيز الشديد والمستمر يقل معدل الترميش بصورة ملحوظة على المعدل الطبيعي، اللي يؤدي لضعف إفراز الكمية الطبيعية من السائل الدمعي. والمرض هذا ما عندوش علاج، على خاطره من الأمراض المزمنة اللي تتطلب وضع قطرة جفاف العين باستمرار ومدى الحياة. وفي الأخير يقدم الخبراء والمختصون العديد من النصائح والإرشادات لتقليل حجم الأضرار اللي تقع على عينين الصغار، ومنها منعهم من استخدام التليفون والتابلت للصغار اللي أقل من عامين، وإذا كان وصل للأربع سنين يسمح له باستخدام الأجهزة هذه، أما بشرط المدة تكون 20 دقيقة وبعدها ياخو راحة ما بين 20 ل 30 ثانية، ومن بعد يرجع يستخدمه لمدة 20 دقيقة أخرين لا أكثر. زاد لازم تخفيف إضاءة التليفون ولا التابلت مع التنظيف المستمر للإكران. وهذه كانت حلقتنا لليوم من فوكس. نتقابل إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة. كانت معكم أروى غيث في الإعداد والتقديم، ومحمد قدح في الإخراج. فوكس. فوكس. أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.